مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشعل مسار شرق السودان في اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح الأوضاع في الإقليم، وتصاعد الاحتجاجات بالشرق وضع الحكومة بين خيارين أحلاهما مر، وهذا إما التمسك بهذا الوضع واستمرار المحتجين في هذا المسار في إقلاق الإقليم وغيره من هذه القضايا الملحة والذي يضم موانئ البلاد. طبعا هذا هو إقليم شرق السودان. بدأت الحكومة حائرة في التعامل مع الحراك الاحتجاجي الذي يقوده المجلس الأعلى لنظارات البجة بقيادة محمد الأمين تريك، الذي نجح أنصاره في إغلاق الطريق القومي على امتداد ولايات الشرق القضارف كسلا والبحر الأحمر، مما عزل عاصمة الخرطوم عن موانئ بورت سودان والسواكن. هذا الموضوع بتفاصيله في دائرة الحدث، أهلا بكم. مشاهدينا مرحبا بكم مرة ثانية في هذه الحلقة من دائرة الحدث من سوداني 24. يسعدني كثيرا أن أرحب بضيفي في الاستوديو بروفيسور أوشيك أبو عائشة سيدي، نائب رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان، وضيفنا أيضا هو أستاذ الطب الباطن وطب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الخرطوم. مرحبا بك يا بروفيسور. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، وشكرا لسوداني 24 غنى الرائدة، ونتمنى أنه يكون حوار إن شاء الله حوار مفيد ويساعد كثيرا على المساهمة في حل المعضلة الحالية في شرق السودان. نعم إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله سيكون أيضا معنا عبر الهاتف من الخرطوم بروفيسور إبراهيم أحمد أونور، رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان. مرحبا بك بروفيسور. مرحبا بك، مرحبا بكم، وعليكم السلام، وأنا سعيد جدا أكون في استضافة هذه القناة الرائدة. وشكرا. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين بروفيسور أوشويك أبو عائشة سيدي. يمكن يكون نحن في البداية بحاجة مع تصاعد هذه الأحداث يا بروفيسور. الآن تتواتر الأحداث بسرعة كبيرة جدا في شرق السودان، وهناك تحشيد كبير جدا في هذا الملف. يا ريت في البداية لو تحدثنا أو وضعنا رؤية عامة عن أصل هذه المشكلة. شكرا جزيلا، التحية للمشاهدين والمستمعين. في الحقيقة يعني مشكلة شرق السودان هي نابعة من تظلم طويل المدى في شرق السودان. نعم. نتيجة الإهمال حكومات المركزية بعد الاستعمار مباشرة لقضايا شرق السودان، فالشرق فيه مشاكل يعني عميقة زي وزي باقي مناطق السودان. فيه التهميش، يعني أقول هو هم مش لوحده، لكن نعم، نوع التهميش أو نوع الظلم الوقع على شرق السودان كان كبير شديد. نحن ما عايزين نبحث في أسباب التهميش شنو والسبب شنو كده، لأنه ما يفيدنا في اللحظة دي، لكن المستعمر البريطاني أزاغوه أهلنا الأمر يعني المر، فأصل المناطق دي ما عمل فيها تنمية. ثم جاءت الحكومات الوطنية، وزي ما عارفين النخب السودانية شغلت بنفسها وحتى أهملت الشمال والغرب وكل، ما نقول الشرق براو، لكن أهملت كل السودان. فتراكم الظلم على الشرق لدرجات كبيرة. ولكن في العام 1958 البيجة هم أول ناس طالبوا بأنه يكون في حل للمشكلة دي، حل بحكم فيدرالي للمغاليم. نعم. لأن المستعمر لما كون دولة السودان ما كون برؤية أنه هو دولة عشان تبقى دولة غوية، دولة جمع فيها ناس قد يكون ما بتجمع بينهم أشياء كثيرة، يعني الدولة نفسها دولة يعني فيها تباينات،
وكان ممكن الناس لو استفادوا من التباينات ده بفهم وطني كان ممكن السودان ده بقى دولة عظمى. لكن للأسف النخبة السودانية فكرت في نفسها بس، حتى المناطق التي أتوا منها لم يرجعوا إليها ولم ينموها، فالغبينة زادت. وجاءت بعدها حكومات العسكر، يعني إبراهيم عبود عليه رحمة الله أول ما جاء لغى مؤتمر البجا ولغى صندوق تعليم البجا ودخل معهم في منازعات كثيرة، جاء نميري برضو وجاء غيره وكذا، وجاءت الإنقاذ التي يعني سببت النكبة الكبرى للشرق السودان وكذا. في الفترات دي كلها الشرق كل يوم يرزل وماشي لورا أكثر من باقي مناطق السودان، ما نقول هو اللي وحده لكن ظلمه. ففي ناس حملوا سلاح في مناطق مختلفة، والتعامل بالعنف والشدة أسهب الجنوب، راح الجنوب مننا وراح والغرب حصل فيه مشاكل وأتروزيتيز لحد الآن ناس يعني يدفعوا ثمنه، وناس مساكين ما رجعوا لحد مدن وغرام. نحن ما عايزين نفس المسألة تتكرر في السودان بالمنادى بالعنف والكذا. فيجب أن نفهم منه الأزمة هي أزمة تنمية، أزمة حق في التمثيل العادل. يعني شرق السودان في موارد ضخمة لكن ما في فيدرالية مالية بمقدار ما يقدمه من ذهب ومواني وخطوط وكذا. فأنت جنب الميناء بتلقى أنه الناس ما قادرين يأكلوا، ما في موية. مدينة بورسودان ما فيها ماء شرب، القضارف ما فيها ماء شرب، القضارف نفسها بتنتج يعني العيش والذرة ده للسودان والدول اللي حوله. الناس فيها بيشتروا الموية بالجوز لحد الآن. فالظلم واضح، نحن ما يعني لا نزايد إنه نقول ما في ظلم، لكن التناول أيضا حصل فيه خطأ. فما حدث في الفترة الأخيرة أنا أعتقد إنه التفاوض مع الحركات المسلحة في دارفور كان استحقاق لثورة ديسمبر المجيدة التي نحن جزء منها ونحن من صناعها وسنستمر في دعمنا لها، لكن ما كان في داعي لإقحام حركات غير مسلحة أو مناطق غير مسلحة في مفاوضات جوبا. وأنا مفتكر أنها كانت نية طيبة، أنا ما بقول إن الدولة كانت عايز تظلم الشرق، لا، كانت مفتكرة إنه بدل ما تعمل سلام في دارفور تلم الناس كلهم مع بعض. لكن التناول كان خاطئ لأنه ما اختارت الناس الصح. الناس ديال زادهم، أنا برضو بقول إنهم عندهم الليلة المجال إنه حفاظ على البلد وحفاظ على الناس ممكن يتراجعوا شوية، وكلنا نرجع لبيز لاين، ومن البيز لاين نحن نمشي لقدام، لا نقول فلان غلط، لا نقول فلان حرامي، لا نقول فلان نواياه سيئة. نحن كلنا يعني نرجع للقاعدة إنه نحن يا جماعة دارين نعمل تنمية، دارين نعمل سلام والسلام، دارين حكومة مدنية، دارين ندعم التغير الديمقراطي، دارين نمشي كأمة زي باقي الأمم. نعم، هذه هي طبعا الخطوة الصحيحة كما تحدثت يا بروفيسور. ننتقل مباشرة إلى البروف إبراهيم أحمد أونور رئيس المجلس الاستشاري لو كان معنا على الهواء. بروفيسور مرة أخرى أرحب بك. في تقديرك يمكن يكون حسب ما ذكر بروفيسور أوشيك أن القضية قضية يعني ظلم قديم جدا، إلى أي درجة تتوافق مع البروف في هذه النقطة؟ نعم، الحقيقة هي مشكلة الشرق هي مشكلة تنموية وليست أكثر من ذلك. يعني فبالتالي يعني زي ما قال لك بروفيسور أوشيك، يعني اليوم يعني في الصحة يعني هنالك يعني مستويات عالية جدا جدا من الوفيات للأطفال دون الخامسة من العمر، أيضا من النساء الحمل وهكذا. زي ما قال لك الماء شرب يعني غير متوفر، والتعليم الموجود حتى في السنوات السابقة في السبعينات والثمانينات الآن اختفى في 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 مدارس الشرق، يعني حتى في الـ في الـ في الريف المدن الكبيرة بالذات كسلا وبور سودان. يعني احنا قمنا لما نشأنا ويعني يعني في المراحل الأساس والثانوي وكذا كان للأقل في مدارس كان الناس بيمشوا لها، الآن ديك اختفت. يعني حتى المدارس الموجودة الآن لا يوجد فيها أساتذة، فبالتالي يعني المنطقة تعرضت ل يعني تعرضت لانهيار كامل، يعني الصحة والتعليم. يعني اليوم أنت لو مشيت مناطق أروما وضواحي مناطق كسلا وضواحي مناطق يعني بور سودان ستجد أنه الأطفال اللي بيذهبوا للمدارس أقل بكثير يعني من ما كانوا عليه قبل 10 أو 15 سنة. فحصل في تدهور كبير. يعني لما جاء صندوق إعمار الشرق حقيقة الناس يعني كانوا متوقعين أنه يحصل يعني تحول إيجابي، ولكن حصل أنه الفساد وعدم الرقابة وكل ذلك أدى إلى نتائج.
يعني سيء جدا. نعم بروفيسور، إذن أنتم الاثنان متفقان على هذه النقطة على وجه التحديد أن الظلم ظلمي منذ زمن بعيد جدا، ويعني توالى هذا الظلم يعني حتى في ظل حكومات وطنية منذ يعني استقلال السودان. وإذن هذا يقودنا بروف إلى الدخول مباشرة إلى مسألة التحشيد الآن الموجودة في شرق السودان. نحن نعلم أن الأسبوع الماضي أو الأسابيع الماضية كلها تابعنا الحشود الكبيرة في مناطق متفرقة من شرق السودان. الآن ظهر تيار آخر يعني مساند لمسار الشرق. إلى أين يتجه شرق السودان في ظل هذا الاستقطاب الحاد؟ طيب بالنسبة لي أنا الحقيقة أنا بفتكر أنه شرق السودان الآن تقريبا يقف في موقف واحد، هو رفضه لمسار جوبا. يعني كل هذه الذي يحصل الآن من حصد اليوم الذي قلته وربما يحصل في المستقبل، هذه يعني أنا أفتكر أنه ليست لها تأثير كبير، لأنه شرق السودان الآن ربما أقول لك يعني أكثر من 90% من مكونات شرق السودان هم يرفضوا المسار. يرفضون المسار لأنه لا يمثل يعني طموحاتهم ولا يمثل يعني رغباتهم، وإنما هي عبارة عن مسرحية، عبارة عن مسرحية حقيقة. حتى الاتفاقية الشرق مسار الشرق يعني لا يمكن أن ترقى لمستوى اتفاقية، لأنها يعني تفتقد الكثير من يعني تشخيص المشكلة لشرق السودان. يعني هذه الاتفاقية لأول مرة يعني اتفاقية يكون فيها يكافأ الموقعون على الاتفاقية بمناصب سياسية، هذه ليست اتفاقية. أيضا لا يوجد فيها أي مشروعات تنموية ولا توجد فيها رؤية، والذين مثلوا هذه الاتفاقية لا يوجد في شرق السودان سواء كانت الأحزاب أو الأفراد. ومن هذا المنطلق وقف جميع أهل الشرق ضد هذه الاتفاقية، وكل الذي يطلبونه الآن هم يطلبون مؤتمر تشاوري يطرح القضايا بصورة جادة ويتوصل إلى نتائج. نعم بروف، يعني ابقى معنا، نحن سنتابع معك ونعود إليك مرة أخرى في ظل يعني حوارنا حول هذا الموضوع المهم جدا والحيوي. بروفيسور أوشيك، يمكن يكون بدأنا الحديث عن المعضلة، ويمكن يكون حاولنا أن نستمع إلى هذا الجانب من بروفيسور إبراهيم. ما هو تعليقك على هذا التحشيد الآن؟ نحن الآن كما ذكرت للبروفيسور إبراهيم أن الآن الشرق في حالة احتقان كبير جدا، وهناك أيضا ظهرت تيارات أخرى مناوئة لبعضها البعض. إلى أين يمكن أن نقول يعني أو نقرأ مشهد الوضع في شرق السودان؟ طيب شكرا جزيلا مرة ثانية. أنا أول حاجة أتحسر جدا جدا وأحس بأسف شديد جدا جدا إنه الحكومة السودانية بشغيها العسكري والمدني تتعامل بطريقة فرق تسد، دي الطريقة استعمل الاستعمار في الماضي، وهي طريقة فاشلة ولا تؤدي إلا لمزيد من النزاعات. طبعا هذا يعني كلام خطير جدا، ده كلام خطير وأنا أتحمل مسؤوليته. نعم. الحكومة بدل ما تحشد ناس ضد ناس، ليه ما تجمع النفرين مع بعض؟ نعم. وتوصل لاتفاق. والحكاية دي سهلة، لأنه الناس أصله هم الناس الوقع في جوبة، نحن نقول عندهم حسن نية داري يخدموا الشركة، وديل عندهم برضو مطالب مشروع ده يخدموا الشركة. إذا كانت صلحت النوايا وصدقت الوظائف التي تترتب عليها والمراكز اللي عايزينها الناس، إحنا بدل ما نشخصن المسألة في نفر ولا نفرين، إذا إحنا متفقين على القضية، قضية التنمية وحقوق وتمثيل في حكم الإقليم والحكم الاتحادي، إذا إحنا متفقين في الفريم ورك، ما في داعي أنت تجيب لي مجموعة ألف ومجموعة باء وبعدين دي مجموعة حسألة الأول يوم عمل احتشاد في شنبو. أنا والله أحييهم ومن حقهم يحتشدوا، وإحنا في عهد حرية وسلام وعدالة، الإنسان من حقه يعبر عن نفسه بالطرق السلمية وما في أي إشكال. وبنفس المقدار الحكومة لا تكيل بمكيالين، الذين رفضوا المسار جاءوا إلى الخرطوم عدة مرات في عبر سنتين، وأنا شاهد على كثير من اللقاءات، وكان الوعد بأن الموضوع حيحل ثاني يوم. عدم وجود الإرادة السياسية لحل المشكلة من الحكومة بشغيها وبعض التدخلات الداخلية والأجنبية والمحاور هي التي منعت الوصول للحل. لكن كلنا عارفين أنه الشرك عنده قضية، وأنه الذين أيدوا والذين وقفوا ضدهم إخوة. وأنا من المنبر ده بقول أنه البيجة ما عندهم مشكلة مع بعض، وسكان شرق السودان من البيجة ومن غيرهم الذين تعايشوا مع بعض عبر السنين ما عندهم مشكلة. نحن ما عرفنا الفتنة دي إلا بعد ما عجان المسار ده. والآن أنا ألتمس من كل الأطراف سواء من هنا ولا من هناك ومن الحكومة بشغيها، يا جماعة لازم الناس يخطوا الكورة واعتزم ما يقولوا،
فلا بد من التصالح. لماذا ينتظر أهل الشرق الحكومة؟ كما ذكرت أنت الحكومة هي الآن تلعب على حبلين، لماذا ينتظر أهل الشرق يعني حلول من الحكومة؟ لماذا لا يعني يتجهونهم بأنفسهم لإيجاد حلول ويتوافقوا على حل مشترك؟ الإجابة بسيطة جدا، هم حاولوا محاولات كثيرة لكن الحكومة وبعض النافذين في الحكومة من الشقين تدخلوا بتدخلات سافرة جدا، والحكاية دي وقفت في النص. أحكي لك مثالين. جاءوا الوفد بتاع المجلس الأعلى لزارات البجة والعمودات المستغلة وجلسوا مع الشقة العسكري والشقة المدني وتوصلوا لتفاهم كان ممكن يرضي الطرفين. تدخل الجهة قالوا إحنا ما حنتفاهم معاكم. ذهبوا إلى أركويت بوفتي وأربعة وأنا حاضر الاجتماع، وعدوهم بأنه يكون في منبر تفاوضي عشان يجمعوا ما بين الشقين دل. فجأة وقبل ما الوفد يرجع صرح رئيس المفوضية السلام بأنه إحنا عندنا لكم 30% فقط للناس البر المسار، وبعد ده الدالين تعملوا عملوه. فأنا بفتكر إنه أول حاجة أنت الشرق ده فيه ناس علماء وفيه ناس عقلاء وفيه ناس يحبوا السودان وناس وحدويين، وأجدادنا كلهم كانوا ناس وحدويين، والسودان ده ما يلعبوا في وحدته. لما أنت تحدد لي نسب، أنت بصفتك منو تحدد لي نسب؟ من الذي فوضك أنت لتحدد لي أنا نسب؟ أنا أفهم وأعقل، والناس دي إحنا لو رجعنا للقواعد الناس دي بيفهموا، ما تشوفهم كده يعني تقول لي عنده مثلا عنده تفة ولا مركب خلال ولا لابس سدارية، هذا رجل وطني ورجل بيعرف بيعمل فيه، مش شخص واحد. وحتى الناس في الطرف الآخر والله يا جماعة هم لما تقعد معاهم مقتنعين بأنه ما في مشكلة، لكن إحنا لازم نعمل حل يكون فيه يعني تراضي لكل الأطراف وما نكسر زول، لأنه دي حرب يا جماعة لو اشتعلت بتؤدي لحرب أهلية إحنا في غنى عنها، والكاسب فيها أو المنتصر فيها خاسر، لأنه إحنا كلنا دماء واحدة والظفر ما يطلع من اللحم. أيضا بالنسبة للحكومة يا جماعة، الحكومة في علماء وفي مجالس استشارية وفي ناس عقلاء وفي إدارات أهلية كثيرة توسطت وفي وساطات كثيرة طرحت، أين ذهبت هذه الوساطات؟ ما كلها راحت. وفي وساطات من نظارة الجعليين، في من النظار في غرب السودان، في نظارات في السودان، يعني وساطات كثيرة ذهبت أدراج الرياح. ليه؟ لأنه ما في إرادة سياسية كانت واضحة. الآن أنا ألتمس الوفد اللي حيمشي بكرة، يا جماعة الخير لازم أنتوا توصلوا لحل ناجع، ونحن برضو نلتمس الطرفين يا أهلنا يا جماعة برضو لازم تقدموا تنازلات. يا جماعة ما في حل من غير تنازل. يا أنا بفتكر إذا أنت بتديني فرصة إنه أنا بقول إنه الحل شنو؟ نحن في المجلس الاستشاري شرق السودان إحنا 53 من أبناء شرق السودان علماء وبروفيسورات. هذا مجلس مستقل طبعاً. مجلس مستقل ما يتبع لأي إنسان، وجهة طوعية ما بالماهية ولا عنده أي شيء. ونحن تعاملنا تعامل أي إنسان عايز معلومات أو حلول أو استشارات لشرق السودان سواء في الحكومة المركزية. هل استشاروكم؟ استشارونا مبارك أن ده حصل. السيد رئيس مجلس الوزراء الأخ دكتور عبد الله حمدوك رجل واعي ورجل فاهم، ونحن قدمنا في منبر من منابر سونا فاستدعانا وجلس لنا ووريناه وقلنا له يا أخي المشكلة دي بنفتكر إنه الحل كده كده كده، وعجب جدا بطريقتنا. وهو وجه الناس المسؤولين عنده إنه يتواصلوا معنا كجهة استشارية للمساعدة. والله ما في زول استشارنا ولا في زول اتصل بينا، ونحن طرقنا كل الأبواب. وأنا برضو بقول الكلام ده، قدمنا طلب للمجلس العسكري عشان نحن نقعد معهم قوة الحرية والتغيير، نحن جزء منهم. هم سمعونا وعارفين الكلام ده. جوا قوة الحرية والتغيير الآن في تيار بيقول استعمل قوة ضد أهل شرق السودان، وهذا تيار غير وطني. لأنه ده حيسبب جرح كبير إذا استعمل القوة ده جنوب تاني. نحن ما دارين قوة، وفي نفس الوقت نحن برضو ما دارين إضرار بمصالح الشعب السوداني. فالحل هو إنه الناس يتعاملوا بحق الناس في التعبير عن أنفسهم. والحق ده حق مكفول دستوريا لأي إنسان. نحن ما دارين الناس تضغطوهم وتوصلوا الكرة تقول لهم أنت شاكلتني لجنوب. أنت لو جبت كديسة وضغطتها بتكابسك. أنتوا الناس دي لسنتين ما هو المطلب الجلوس إليهم للاستماع. ليه مطالبهم بعيدا عن جوبة؟ لأنه جوبة دي زي ما قلنا لكم إنه ما كان في داعي يدخلوا الحركات الغير مسلحة. الحاجة الثانية الناس المسلوا في جوبة جوبين أنفسهم، هم قالوا الكلام ده جينا برانا ما فزوا الفوضهم. وهم ما عندهم قاعدة كبيرة، لكن يمكن جوبة حسنية عشان يساعدوا أهلهم. الحكاية في النهاية اتقلبت في راسهم. فيا أخي نحن ننقذ ما وجه الذين وقعوا في جوبة وما وجه الذين عارضوا، وننسى جوبة دي الاقتراح تلغى، يلغى مسار شرق السودان. ما جوبة كلها أهلنا في دارفور ناضلوا ونحن نحييهم ومبروك عليهم جوبة وكل حاجة. يلغى مسار شرق السودان في جوبة بدون أي تردد وبوضوح شديد من حكومة. المجموعة الثانية تتنازل من سنكات تنازل واضح. ونعمل
من جديد الناس يجلسوا الى بعضهم البعض. مش كلكم قلتوا دارين تنميه؟ مش كلكم تخدم الشعب السوداني؟ مش كلكم دارين الوحده ودارين تبدو شرق السودان؟ ننسى ده وننسى ده، نبدا صفر زي ما الفتره الانتقاليه عملوا لها يعني زيرو. طبعا كان اتفاق برضه. ايوه الناس يرجعوا يا جماعه اللي الصح، وما في اشكال لانه الكلام ده كلام ما منزل ولحقنا دماء الناس يا جماعه. اتفاقيات دوليه كبيره الغيت، انا ما عايز اتكلم عن العالم الخارجي، لكن نحن عشان نحقن دماء اهلنا. طيب حجم الخلاف بين الاتفاق سنكات والاتفاق مسار جوبا؟ ايوه في فرق كبير. في جوبا الناس اللي وقعوا يعني اتفاق 188 صفحه، 3 صفحات لشرق السودان، ادى عناوين رئيسيه، وهو عشان عارف الاتفاق ده ما كامل قالوا يكمل بمنبر اخر. انت زول جبته ده وجاب نفسه براه ده، انت كيف تنصبه يمثل باقي الجمهور هناك؟ الناس يا جماعه دارين حقهم الادب بينعبروا عن نفسهم. فنحن بنقترح انه ينسوا ده، لكن حل شنو؟ المؤتمر البيجي ده يجب التمثيل من المحليات. يا جماعه الناس البسطاء دي لازم يجدوا نفسهم في السودان الجديد في الديمقراطيه وفي الحريه. نحن عارفين في تجاذبات اقليميه، نحن عارفين في تجاذبات دوليه، نحن عارفين في تجاذبات داخليه، لكن لو نحن صدقه النوايا عشان نقفل الشابتر ده نصفر الاثنين ونعمل دي من واذا الدوله ما قدرت تحل كل انسان يتمسك برايه. نحن في عهد بتاع ممارسه الديمقراطيه تطرح جوبا لاستفتاء شعبي لقواعد شعب السودان. اذا شرق السودان الناس قالوا ده نحن دارين جوبا في استفتاء شعبي، نحن نمشي مع جوبا. اذا قالوا لا نحن ما عايزين جوبا، الناس بتاع جوبا يكونوا ديمقراطيين ويقبلوا بالحل ده. والحل الثالث اللي هو برضه بنفتكر برضه مخرج كبير، انه الدوله الان تجمد مسار جوبا وتجلس لهؤلاء تسمع مطالبهم وتسمع كلامهم كله وتسجله، ثم تجمع ما بين الاثنين وتوفق بينهم، ودي بتاخذ مشوار اطول شويه. لكن احنا في المجلس الاستشاري شرق السودان على اتم الاستعداد للفاسيليتيشن والمساعده لتطيب خواطر الناس ونرجيبهم مع بعض عشان البلد تمشي لقدام يا جماعه. وده بنفتكره ده دورنا احنا كمتعلمين ان شاء الله، ونلتمس منكم يا جماعه تسمعونا قبل ما تتازم المساله وتصل حدود ما بنقدر نرجع منها. وهذا نحن بحاجة إليه في هذه المرحلة. شرق السودان الآن بحاجة إلى هذا النداء الذي ذكره بروفيسور أوشيك. أنتقل مباشرة أيضا إلى بروفيسور إبراهيم أحمد أونور وهو عبر الهاتف معنا من الخرطوم. بروف مرة أخرى أرحب بك، وتابعت حديث بروفيسور أوشيك، إلى أي درجة يمكن أن نقول كلامه كان في الاتجاه الصحيح وأنت تدعم له أيضا، أو لو لديك أي وجهة نظر أخرى مختلفة يمكن أن نستمع إليها؟ طيب انا بتفق معه تماما، وهي الحقيقه دي يعني تمثل يعني وجهه نظر المجلس الاستشاري الاعلى. نعم. طرحنا اكثر من بديل للحكومه على اساس انها يعني تتجاوز هذه المرحله. هو طبعا يعني عندما اتصلنا باكثر من مسؤول في الحكومه يعني قالوا انهم لا يمكن ان يلغوا مسار جوبا باعتبار انه هو اتفاقيه مشهودة بأطراف دولية. ولا يمكن أن يلغوا المسار، إلغاء مسار شرق السودان يعني يفسر أو يعني إلغاء الاتفاق الذي تم في جوبا. يعني حتى أنه يعني هنالك بند في اتفاقية دارفور بيقول أنه الاتفاقيات الأخرى في المسارات الأخرى، مسار الشرق ومسار الوسط ومسار دارفور وغيره، ودي كلها لا تجزأ من هذه الاتفاقيه. فاستنادا على ذلك هم بيتخوفوا انه يعني الغاء اي مسار قد يعني يعمل مشكله في الاتفاقيه كلها. لكن حتى سيجدوا مخرج من هذا البند، قلنا لهم انه يمكن الخروج من هذا المأزق باقناع مثلا الجبهه الثوريه التي ترعى الاتفاقيه، جبهة ثورية على أساس أنها هي يعني تتنازل عن اتفاق مسار الشرق. وبعد ذاك أيضا إقناع الوسيط الجنوبي على أساس أنه يعني يدعم موقف الجبهة الثورية. بعد ذاك المرحلة الثالثة نجي للاستفتاء عشان نحل الإشكال في شرق السودان بين المكونين، المكون الرافض والمكون المؤيد، على أساس أنه يكون استفتاء على مسار الشرق. كده نكون طلعنا بصوره قانونيه وبصوره ديمقراطيه، طلعنا من مأزق مسار الشرق. ده طرح طبعا طرحناه للحكومه، والحكومه يعني حقيقه لم توافق، حتى الصباح لم توافق على ذلك. لكن زي ما قلت يا بروف لو تسمعني جيدا، لماذا لم توافق الحكومه؟ هل لديها اي اعتراض او نقطه معينه تحاول الاضاءه حولها اكثر؟ والله شوف انا 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 يعني حقيقه يعني اتصلت باكثر من طرف.
الحقيقة موقف الحكومة غريب جدا جدا، لأنه بالرغم أنهم هم الآن يعني قلنا لهم يا أخي في حاجة مختلفة، الناس مختلفين عليها، عملوا استفتاء يرفضوا الاستفتاء. طيب ألغوا المسار الذي رفض من 90% من يعني مواطني شرق السودان، لا يريدون أن يلغوا. طيب أنا تفسيري حقيقة يعني في موقف الحكومة المتصلب، رغم علم بعدم جدوى يعني دعم المسار، نعم، مسار الشرق، أنا أخيل لي حسب تفسيري يعني حقيقة في تدخلات خارجية في هذا الأمر، تدخلات خارجية نافذة هي التي يعني تؤجج هذا الصراع. لا أتوقع أنه هذا الصراع يعني يتم بصورة يعني محايدة. من صاحب المصلحة في هذه النقطة على وجه التحديد يا بروف؟ من صاحب المصلحة؟ والله صاحب المصلحة هو، أنا لا أريد أن أسمي الأشياء بصورة مباشرة، لكن نعم، الذين يعني قطعا هنالك في مطامع في الموانئ بتاعت شرق السودان، يعني هنالك ما مينا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، في هنالك ثمانية مينا في البحر الأحمر. نعم، في إذن هو صراع. فبالتالي أنا أتوقع أنه هذه المسألة مسألة مرتبطة بالموانئ. يعني هو الموضوع سياسي. إذن بروفيسور إبراهيم أحمد نور، أيضا ابقى معنا، سنعود إليك إن شاء الله لاحقا ضمن هذه الحلقة، وأيضا بروف أوشيك معنا داخل الاستوديو، سنعود إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل، ابقوا معنا. في دائرة الحدث من سوداني 24، أرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيفي داخل الاستوديو بروفيسور أوشيك أبو عائشة سيدي، نائب رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان، وأستاذ الطب الباطن وطب المخ والأعصاب كلية الطب جامعة الخرطوم، وأيضا معنا عبر الهاتف بروفيسور إبراهيم أحمد أنور رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان. أرحب بك بروف مرة أخرى. ونحن حقيقة تعقيد المشهد في شرق السودان يعني هو يعني الآن بحاجة إلى التشريح أكثر وأكثر، وأنت الخبير والطبيب أيضا، إلى أي درجة في هذه المرة نأخذك في اتجاه مغاير وهو اتجاه السياسة والعمل الاجتماعي في شرق السودان، وأنت رمز من رموز شرق السودان بعلمك وبمكانتك الكبيرة، إلى أي درجة يمكن أن نقول بأن توصيف المشكلة، تابعنا طبعا في المرحلة الفائتة أن التوصيف أخذ منحى آخر وهو الفلول، وما أدراك ما الفلول، إلى أي درجة يمكن أن نقول هذه الكلمة على وجه التحديد عقدت المشهد أكثر من اللازم؟ طيب شكرا جزيلا مرة أخرى. وفي الحقيقة مسألة فلول دي، الناس اللي كانوا شغالين في المؤتمر الوطني وكانوا وزراء أو كانوا ناشطين أو كانوا قادة فيه ناس معروفين يعني للناس، نعم. أما عوام الشعب السوداني فتقسموا لي قسمين، ناس مصالحهم تستدعي انه يتعاملوا مع المؤتمر الوطني ك يعني زي شيوخ القبائل والعماد والناس الغادة المحليين، اذا انت ما تتعامل مع الدولة ما تقدر تخدم ناسك اللي انت من اجلهم خرجت. فانا اذا كان مثلا شيخ في غرب السودان ولا في شمال السودان ولا كذا دخل مع المؤتمر الوطني او مرق بهناك، انا مفتكر ليس من الحصافة وليس من الانصاف انه نحن نقول هو فلول ولا هو كان تبع المؤتمر الوطني، لكن بنفس المقدار الناس تكون عادلة وما تكل بمكيالين. في ناس الليلة اللي بيتكلموا بكلمة فلول دي ويتبجحون بها جلسوا أكلوا في المؤتمر الوطني دي واستفادوا منه وأخذوا فيه وظائف وبوأوا فيه وظائف كبيرة جدا جدا، ولا يقولوا عنهم الناس أنهم فلول. فيجب أن الدولة تقيف مسافة متساوية من الناس. إذا إنسان مجرم أو أكل زي ما قالوا فلان أكل صندوق إعمار شرق السودان ولا فلان أكل حاجة، لجنة إزالة التمكين، ونحن نحيي من هذا المنبر لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 من يونيو، إنها لجنة في الحقيقة هي أيقونة الثورة واحتاج تصليحات، لكن الناس أنا ما أوافق إن الناس يعني يقولوا إنه يلغوها أو يقفوا ضدها أو كده، نعم. لكن دفنتلي هي محتاجة وهي تجربة فريدة محتاجة للتطوير وكده، لكن مفروض برضو تقيف مسافة متساوية من الناس وعليهم بالإفيدنس. اللي بيقول إنه فلان ده أكل قروش بتاعت الصندوق والأكل كده، أنا من المنبر ده أدعو إخوتي في لجنة إزالة التمكين الإسراع بالكشف عن ملف صندوق إعمار شرق السودان عشان الناس يعرفوا المنون أكل الصندوق ده، عشان ما يطلقوا الاتهامات جزافا وما يضروا بالمسار بتاع المسعى اللي إحنا ساعين فيه عشان نحتوي السلام في شرق السودان.
أما الناس اللي عندهم أجندة سرية أو عندهم أجندة حزبية أو عندهم أجندة شخصية أو كاسين مناصب أو كاسين فوائد هم حيمشوا طوالي في المسرحية دي، فهم نصهم فلول اللي بيتكلموا ديل هم ذاتهم أكشوالي. إذن أنت ما لا وافق، لا توافق على هذا؟ لا لا، إذا زول مجرم يتحاكم، إذا زول في المطمئة مثلا يعروه، إذا التمكين مسكته يأخذ مش السجن، إذا زول عليه ويمشي. لكن انا ممكن اكون زعلان منك اقول لك والله فلان ده كان كوز زمان كان وقف في وقف احتياج بتاع المؤتمر الوطني، كلكم وقفتوا في المؤتمر الوطني، واحنا ما عايزين نقول يعني في مجلس السياده ولا في العسكر ولا في المدنيين كلهم لدرجه من الدرجات تعاملوا مع نظام الانقاذ. لكن احنا انا واحد بيضحك يعني قال لي، قلت له انا اقترح انه يعملوا جهاز في السودان يسموه فلولوميتر يشوفوا انت درجه الفلوليه حقتك قدر شنو. فانا متاكد من الذين يتكلمون اليوم عن الفلول ويتكلمون عن الناس في شغلك فلول، انا بفتكر الدرجه حقتكم حتكون عاليه جدا جدا وتوصل الاحمر. فانا ارجو انه يا جماعه احنا اذا انسان اكل يمشي القانون، اذا انسان مجرم يتحاكم، ما في رحمه، اللجنه تاخذ مجراها، لكن ما كل زول ياخذ القانون بيده. الحاجه الثانيه يعني انت البيت من قزاز ما جدع الناس يعني عارف انت. فنحن يا جماعه ده ما بيخدمنا الان، اللي بيخدمنا شنو هو انه احنا ما بنقول عفى الله عما سلف، نعم، لكن اهلنا في شرق السودان نسيج اجتماعي حبيب لبعض البعض، نعم، البيجا ومن ساكنهم. وانا لما بقول بيجا في ناس محاولين محاولات كبيره جدا يقولوا البني عامر والحباب والبيجا، وانا ضد الكلام ده لانه البني عامر والحباب هم بيجا، اما الذين هم خارج النطاق ده عايزين يفصلوا البني عامر والحباب من البيجة لأسباب تخصهم هم. وأنا أطمن أهلي إنه ما في إشكال بينهم، ونحن أصل اللعب على النسيج الاجتماعي ده ما حنقبله. نحن كلنا أهل ودماء بيننا وأنساب وأرحام. لا تمزقوا أرحامكم بالأسباب السياسية. الخطأ الكبير الحاصل في شرق السودان هو إنه ما في أحزاب سياسية قوية. الثلاثين سنة الفاتت دي اي حزب المؤتمر الوطني فرتقوا الى 6 احزاب، اي مجموعه صغيره تقسمت ل 20. مؤتمر البيجة الذي كان يطالب بالحقوق في شرق السودان ويتكلم يعني اتقسم ل 10 ما بعرف ولا 11 ولا 12 قسم، وما قدرنا نحن نجمعهم مع بعض. احنا حاولنا ناخيهم مع بعض. غياب المنصه السياسيه العادله العاقله الوطنيه عشان ما تبدي قضيه شرق السودان وتعرضها بطريقه كويسه هي ادت فرصه لغياب منبر جوا، وهي ادت فرصه للادارات الاهليه انه وجدت نفسها في وش المدفع. يعني انا بفتكر الناظر تريك، وانا احيي الناظر تريك واحيي يعني الناظر دقلل وكنتيباي وكلاء النظار وناظر العمار علي محمود، انا ما ادري اذكر الاسماء عشان ما انسى زول، وكنت كلهم اهلي، والرشايده والهوسه والنوبه والمساليد، احنا كلنا اهل يا جماعه، والشرك شايلنا وشايل غيرنا معانا وبيكفينا. فغياب الاحزاب السياسيه هو اضطر الاداره الاهليه انها تستيب اب عشان ما تتكلم كلام سياسي. الليله دي لو تكونت احزاب سياسيه قويه او توحدت فصائل الناس دي واخذوا المنح السياسي، الدوله تتفاهم مع الاحزاب السياسيه والانتخابات بتتم على المنابر السياسيه ما على القبائل. بالضبط. لكن لانه الليله ما في احزاب قويه، والاحزاب اللي كانت موجوده المؤتمر الوطني فرتقى فرتق شديد، حتى الاحزاب الكبيره يا جماعه ما سلمت من المؤتمر الوطني. فانا ليه الوم الناس؟ انا ليه ما اساعد الناس دي عشان ما يرجعوا ثاني للمنصه الديمقراطيه؟ نعم. انه يكونوا منصات سياسيه ويكون بين الناس موده ومحبه، بدل ما انا اقعد احشد الناس، ناس اسكنهم في فنادق وناس اعمل عليهم كرفيو وناس اديهم قروش وعربات واوفلهم فاسيلتي وناس اضغطهم. الدوله يا جماعه ما ديفايد الرول دي ما بتنفع. يا جماعه اقيفوا موقف متساوي من كل الاطراف، اجمعوا الناس، نحن مستعدين نساعد في احتواء الناس ونجيبهم مع بعض عشان نتجاوز المرحله دي. لكن انت بالدفاعي ضروري حتقوم حرب اهليه والناس دي اللي اتضاربوا الليله في شبابه او اتضاربوا في برشلونه لمصلحه منو؟ حيموتوا الفقراء والمساكين، ما حيموتوا الزعماء الغبلين، ولا حيموتوا الذين وقعوا على جوبا وينتظرون الوظائف السياديه، ولا ترك حتجيه حاجه، ولا دقلل حتجيه حاجه، ولا علي محمود تجيه حاجه، ولا انا بتجينا حاجه. بيموتوا ناس مساكين وتبقى بينهم دماء وتارات ومشاكل ليه الكلام ده يا جماعه؟ نعم. دعونا نتكلم، وهذه هي النقطه، نتسامح. نعم. نتسامح حتى في الدماء التي حصلت. يا جماعه نحن عندنا اعراف وعندنا قلد وعندنا كده، حتى الناس اللي ماتوا من هنا والناس اللي ماتوا من هنا، الناس يقعدوا مع بعض يتنازلوا من ديل ومن ديل يا جماعه، والدوله تساعدنا ندفع ديات للذين ماتوا. الدوله والخيرين في السودان وفي غير السودان من اهل السودان، وانا بقول راس مالي الوطن، الناس عندهم قروش كثيره ديل يساعدونا، الناس اللي تضررت ممتلكاتهم نعوضهم، نطيب خواطر الناس يا جماعه ونجيبهم مع بعض، بدل ما نقعد نجيشهم عشان يقتلوا بعض. نعم، انا اعتقد انه هذه مبادره كبيره جدا باسم المجلس الاستشاري لشرق السودان، من هنا بنحييك نحن على هذه المبادره الكبيره والقيمه جدا ونحن بحاجه اليها. أتجه أيضا مرة أخرى عبر الهاتف إلى البروفيسور إبراهيم أحمد أنور. بروفيسور مرة أخرى أرحب بك، لو كنت تابعت حديث بروفيسور أوشيك الآن يبدو أننا أمام مبادرة مهمة جدا من مجلسكم هذا،
وفي نفس الوقت بنشاهد يعني تشظي في شرق السودان وحشود متباينة. إلى أي درجة يمكن أن نقول بالإمكان اختراق هذا التحشيد؟ والله أنا أفتكر يعني ما في أي صعوبة زي ما قلت لك، يعني أفتكر يعني المشكلة لو تم التعامل معها بصورة موضوعية، وأيضا الحكومة بالمناسبة طرف في هذا التأجيج، يعني أنا ما أقدر أسمي أي طرف في الحكومة لأن الحكومة ذاتها أصبحت يعني زي ما يقولوا مكونات مختلفة، فالذين يطلقون الفلول وما شابه ذلك من المفردات المسيئة يعني من يعني قيادات الحكومة، يعني حقيقة هم أنا بفتكر أنهم هم يعني هذا بدل عدم نضج سياسي وعدم فهم للواقع في السودان وبالأخص شرق السودان، وخاصة عندما تطلق مثل هذه المفردات المسيئة لرموز وقيادات في شرق السودان. نعم. يعني الناس يعلمونهم ويعني عندهم لهم مقام كبير، فعندما تطلق هذه العبارات المسيئة التي يعني لا يمكن أن تطلق حتى الشخص العادي، فهذه بتخلق فجوة أو بتخلق جفوة وبتخلق يعني بتخلق نوع من يعني الافتراق والبعد وتأجج المشكلة. فأنا أفتكر أن الحكومة ذاتها بغي أن تضبط خطابها، ويعني حقيقة يعني مسؤولين كبار في هذه الدولة لا يرقوا لمستوى المسؤولية، حقيقة لا يرقوا لمستوى المسؤولية. إذا كان هذا هو موقفكم من الحكومة وتباطؤ الحكومة في إيجاد حلول سريعة، نحن نعلم أن السودان يعني به رجال وبه مبادرات كبيرة جدا تابعناها من خلال مشاكل كثيرة جدا في أنحاء متفرقة من السودان، لكن حتى المجتمع نفسه نحن نلحظ هناك تباطؤ من المجتمع ومن المبادرات الاجتماعية، إلى أي شيء تعزي ذلك بروف إبراهيم؟ هنالك الكثير من المقترحات وكثير من الحلول التي قدمت لحل هذه المشكله. نعم. من طرف المجلس الاستشاري العالي لشرق السودان. نعم. في الجانب التنموي نحن طرحنا برنامج متكامل، حتى اذا قام المؤتمر التشاوري يعني نحن على استعداد ل يعني حل وطرح هذه الرؤيه المتكامله. ايضا الان طرحنا مقترح لاختراق هذه المشكلة، وطرحنا هذا المقترح للحكومة نفسها حتى أنها يعني ممكن تستفيد من النقاط التي ذكرناها. ولكن يبدو أنه هنالك كما قلت لك المشكلة هي ذات المشكلة الشرق السوداني هي أكبر من الحكومة نفسها. يبدو أنه هنالك بعض الجهات الخارجية هي التي تسيطر على الوضع، فبالتالي نحن لا نرى أي مبرر لرفض الحكومة لكل المقترحات التي قدمناها والتمسك بالرأي الأول اللي هو عدم إلغاء المسار. لا بد أن يلغى المسار لأي أهم، إذا لم يلغى المسار لن يلتقوا المكونات في الشرق لأي يعني لأي اتفاق. فأنا بفتكر أنه إلغاء المسار ليست مشكلة كبيرة، يعني أنا لا ما شايف أي مشكلة. طيب. وديناهم مخرج في هذا الاتجاه. طيب يا بروف، نحن نعلم أنه الموضوع متصاعد جدا في شرق السودان، وتابعنا أنه في إغلاق للمواني والطرق وكذا، وهذا سيؤثر تأثير مباشر جدا على الحياة في عموم السودان. أنتم كرجال يعني مجتمع في شرق السودان، إلى أي درجة يمكن أن تسهموا في إيجاد حلول سريعة وعاجلة لهذا الموضوع؟ يعني على وجه التحديد يعني قفل الميناء هذا يؤثر تأثير مباشر وسريع جدا على الحياة عموما في السودان، ويمكن يكون هذا تحدي كبير جدا يواجه الحكومة ويواجه حتى الممسكين بالقضية هناك في شرق السودان. طيب أنا أول حاجة خلينا أديك التكلفة بتاعت إغلاق الميناء على أهل السودان، يعني المسألة بتاعت إغلاق الميناء يعني حتى الحكومة ذاتها مفروض تتحسب عليها وتسعى لحل المشكلة، لأنه إغلاق الميناء حقيقة وإغلاق الـ أنبوب النفط مثلا الذي يأتي من 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 بورت السودان، هذا يكلف الدولة مبالغ طائلة جدا جدا، وهذا سينعكس على حياة المواطن العادي. نعم. طيب بداية خط أنابيب وارد المنتجات البترولية توقف اليوم عن العمل، مما يعني توقف وارد المنتجات البترولية في الوقت الراهن، وهذا يعتمد على المخزون، وأنا لا أتوقع أن المخزون الذي يعني موجود الآن لا يكفي يعني لمدة 5 أيام. وإذا لم تحل هذه المشكلة وإذا لم يعني يفتح هذا الأنبوب
يعني سنرى هنالك أزمة طاهنة في المشتقات النفطية في السودان. دي واحدة من التكاليف الباهظة لقفل الميناء وانسياب المشتقات البترولية. أول حاجة توقف صادر نفط جنوب السودان يكلف الدولة فقدان عائد النقل يقدر بحوالي 300 مليون دولار سنويا. 300 مليون دولار سنويا. طبعا إيقاف الإنتاج في دولة جنوب السودان ده بيزيد الغرامات بتاع تأخير بواخر الشحن، ودي تكلفتها 25 ألف دولار يوميا. يعني إذا توقف البترول بتاع الجنوب بيكلف الدولة 25 ألف دولار. دي عبارة عن شنو؟ عبارة عن غرامات لتأخير الشحن السفن. كأنك يا بروف تقول بأن الحكومة عليها أن تتعجل في إيجاد حلول سريعة، كأنك تقول كذا أو هذا؟ تماما هذا ما أقوله. طيب أبقى معنا أيضا، خلينا نسمع رأي بروف أوشيك في الاستوديو عن هذه النقطة بالتحديد، قفل الميناء ويعني ما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة جدا على الوطن بأجمله. طيب شكرا جزيلا. وانا افتكر يعني اخي ابراهيم محمود نور هو رجل خبير دولي يعني في الاقتصاد وكذا، انا لا اباريه، ولكن يعني بفتكر هو شرح الموضوع. انا بسال سؤال بسيط، اذا كان الليله اليوم الثامن للقفل ده، لماذا تاخرت الدوله 8 ايام للتعامل مع القضيه دي؟ ده سؤال الشعب السوداني بيساله. الحاجه الثانيه، انت كونه دار تقول ده فلول واستعمل القوه واضربهم بيد من حديد، ده ما هيحل المشكله. لا هم فلول، ولو استعملت القوة شرق السودان حيطالب بالانفصال، وقوانين الأمم المتحدة وحماية الأغليات وحماية الشعوب تعطيهم الحق ديمقراطيا إذا في خطورة عليهم أن يطالبوا بالانفصال. ليه أنت توصل الناس للحتة دي وما تقعد معهم من البداية؟ أنا بقول لك حاجة، جوبا دي أول ما بدأت الناس زي المشي هناك قالوا لهم الناس زي ما بيمثلونا، ما تمشوا في الموضوع ده وما تطوروه. يعني الحكومة بعلم، يعني الحكومة بعلم تام بما يحدث الآن والخطورة والتكاليف والكلام اللي قالوا ده كله كلام حاصل. الحكومة تعلن اليوم قبل الغد إلغاء أو تجميد مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا. طيب ماذا يكلف الحكومة إذا لغت ذلك؟ ما يكلف أي شيء، لكن في ناس جالسين داخل الحكومة وفي ناس جالسين وراء الحدود لن يسمحوا لهم بالتنازل. لا ذيل قادرين يتنازلوا عارفين الحقيقة، وما في زول قادر يقول البغلة في الإبريق. في النهاية ده يضحوا بالناس، يا جابوا مجموعتين ضاربوهم مع بعض أو قالوا ذيل فلول ودار يطلعوهم إن هم ضد السودان، في حين إنه السودان ده الشرق ما بينفصل من الشرق من السودان، ونحن أهل، نحن ناس دارفور أهلنا وفي جبال نوبة أهلنا. وبعدين التعامل، أنت بتقول إن هم يقفلوا البترول يعطلوا المصالح، الناس في دارفور ما حرقوا المطار. الناس الليلة ما في كاودة، ما موجودين. الناس اللي أصحاب حق يا جماعة، أقعدوا معهم وصلوا لحل، خلوا السودان تمشي لقدام يا جماعة. حتى الآن المسار مجمد، يعني ما فيه تنفيذ لأي بند من لا لكن مجمد بقوة الرافضين. نحن دارين الدولة تتعقل تجمد ولا تصل لحل، والناس اللي يتكلموا في جوب نفسهم الناس مستعدين يقعدوا معهم. أمس الناظر الترك ما قال أنا مستعد أقعد معهم، حجتهم شنو؟ إذا دارين وظائف بياخذوا وظائف، إذا داري ما هم في النهاية أولادنا. يعني ما بنقول والله إنه نازل لا خلاص، هم جوا يمكن بينية كويسة وداري الإنسان من حقه يتطلع إنه يبقى وزير أو يبقى أي حاجة، لكن ما يبقى على جماجم ولا آخرين وما يعمل فتنة أهلية تطلع الضفر من اللحم. بن عامر ضد هدندا وهدندا وذنوبة ضد مش عارف، ده كله كلام ما يجوز يا جماعة. إحنا كلنا أهل. فالداير وظيفة بياخذ وظيفة، والداير حاجة بياخذ، وإحنا برضو نقول الرأسمالية الوطنية والعقلاء ومنظمات المجتمع المدني يا جماعة تعالوا تدخلوا معانا. طيب وخواطر الناس دي يشوفوا كل دول داير شنو وده الحل. نعم، لكن بالقوة ما في حاجة حتمشي، والعكس حتتعقد، وممكن تبقى بداية لفرتكة السودان ده. احنا ما دارين كلام زي ده يا جماعة، ساعدونا بأنكم قللوا درجة التوتر. والحاجة الثانية، الدولة برضو تقيف مسافة متساوية، يعني انت بتجيب ناس بيستكنوا في فندق 5 ستارز وناس تانين بتتعامل معهم كفلول، الناس اللي بتجيبوا غبينة يا جماعة. احنا ما تعمقوا الغبائن. نحن نعلم يا بروف انه الحكومات عموما في العالم كله يعني ترضخ لمطالب الشعوب. اكيد. نعم، اذا هناك انقسام الان في لو سمينا هذا الشعب شرق السودان، في انقسام في المجتمع. طيب الى اي درجة يعني الحكومة رجحت كفة عن كفة اخرى؟ لماذا يعني؟ والله تسأل الحكومة السؤال ده، ما تسألوني لي وأنا في تقديرك أنت من خلال متابعتك. أنا في تقديري إن الحكومة أخطأت وصعب عليها إنها تقول أنا أخطأتها. يعني أخذت العزة بالإثم. والله الدولة كلها عارفة إنه أهل الشغل عندهم حق وعندهم مطالب جنوين، وإنه الناس اللي جوا في جوبا ديل ما عندهم وجود على الأرض،
ولا هم براهم قالوا لمن داود وغيرهم قالوا احنا جينا من نفسنا، لكن احنا ما نقول هم ان نيتهم كعبه. يعني انا ما بقول والله اخون الناس، نظريه الخيانه ونظريه المنادي ما تنفع. يا اخي انت جيب كلامك اللي جبته ده زائد الكلام بتاع ديل نمشي مع بعض، مش قضيتنا احنا التنميه والتمثيل في الحكم المركزي وفي الثروه والسلطه والحاجات دي زينا زي باقي الاغاليم. اقعدوا مع كل الناس يا جماعه، صفروا الغوا دي والغوا دي ونمشي لقدام، لكن بالقوه ما حيقدروا ينفذوا حاجه، العكس حيأزم الموقف زياده. الحاجه الثانيه البطء في هنا، انت ليه بس سالت ابراهيم قلت له ليه الدوله بطيئه في التعامل مع الملف؟ نعم. الدوله لانه هي زي ما قال اخونا دكتور حمدوك في تشظي داخل المكون المدني وتشظي داخل المكون العسكري وبين الاثنين متشاكسين، فالناس المتشاكسين ديل ما قادرين يخلوا رئيس الحكومه ورئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس السياده ياخذوا قرار. انا بفتكر الناس الحول حمدوك والناس الحول كده ديل في مشكله فيهم يا جماعه. يعني الناس دي المفروض يتقوا الله في الشعب السوداني ده يا جماعه. ليه التشظي ده؟ الفتره الانتقاليه دي لازم تكون، لازم تنجح. نحن ما عندنا اختيار غير انه ينجح التحول الديمقراطي السلمي في السودان عشان نلحق بباقي الشعوب. لكن الاساليب القديمه دي يا جماعه سيبوها، فرق تسد وتقرب ده وتبعد ده وتجيب ده ما ينفع. ابقوا عاقلين يا جماعه، الغوا المسار او جمدوه وجمدوا الناس كلهم مع بعض ونحن نساعدكم وكل الخير، والمجتمع الدولي ذاته ممكن حيساعد في الحاجه دي لانه المجتمع الدولي من مصلحته انه يكون في استقرار في السودان. عشان السودان ده دوله ريجون المهمه، عارفه الصراع في اثيوبيا، عارفه الصراع في البحر الاحمر، عارفه الصراع اكروس، عارفه الصراع في الغرب كده. نعم. احنا دارين سلم حقيقي. نعم. طيب بروف، بس سالت البروف ابراهيم عن نقطه مهمه جدا ويمكن يكون ما اداني الاجابه كامله، يمكن يكون انا تداخلت معه في نقطه اخرى، مساله المبادرات. مسألة المبادرات الآن محتاجين لها الآن في شرق السودان. نحن دائما لما تحصل مشكلة في أي إقليم من أقاليم السودان بينبري نفر كبير من أهل السودان، يكون له رمزيته السياسية، رمزيته المجتمعية، يبادر بحل هذه المشكلة. إلا في شرق السودان لم نرى مبادرات كبيرة تسهم في تعجيل بالحل، رغم أنه نحن محتاجين لهذا الحل بصورة عاجلة. طيب أنا معلش احترامي الشديد لك، أنا لا أوافقك في هذا الشيء. الادارات الاهليه وقالوا ما عنده كبير يشتري كبير. نعم. الادارات الاهليه في السودان يا جماعه كلها مشت لشرق السودان وحاولوا يصلحوا بين الناس وحاولوا يحتوا الموضوع ده، لكن ما قدروا لانه في قوه مناوئه للموضوع ده، قوه قويه جدا. يا جماعه انا بستغرب انه حتى في قوى الحريه والتغيير في ناس مقتنعين انه جوبا دي كانت غلط ودارين يصلحوها، وفي ناس اصله هم ما حيرضوا نهائيا بالتنازل. وانا ما اعرفهم هم ماذا يرضوا بالتنازل ليه؟ عشان ثلاثة أربعة اشخاص يرضوهم، الناس اللي ممكن الناس يرضوهم والدارين بيدوهم، لكن ما على حساب يقتلوا الناس. فالمبادرات موجوده، في مبادرات داخل السودان، في مبادرات خارج السودان. انا على الاقل بعرف لي اربع خمسه مبادرات وكلها تصطدم بايه؟ القرار عند منو؟ ما احس الاربع وزراء ديل ولا ثلاثه وزراء ديل ما مشوا اركويد وجينا فرحانين جدا جدا الحكايه خلاص اتحلت. قبل ما الطياره تنزل في مطار الخرطوم صرح واحد اسمه الديبيلو قال احنا عندكم 30% وكفايه، وانا وبروفيسور ابراهيم ده قابلنا الدبيلو وقلنا يا اخي الكلام ده ما يجوز. انت كوسيط ودار السلام الكلام ده غيره بصريح العباره، قال احنا عندنا اليوم 30% من حكم الاقليم وليس الحكم المركزي، وما معنى الكلام اعملوا الدارين تعملوه. قلت له يا اخي ده كلام ما بجيب سلام. فانك توضع عليك انسان بيقول يتكلم بالطريقه دي، الكلام ده ما بساعد يا جماعه. ليس يعني قطعا في فلان ولا علان، لكن الناس ذاتهم في الحكومه ما بيتكلموا بطريقه بترد الناس يا جماعه. الطريقه صعبه شويه. هدوا اللغه دي، هدوا اللغه دي يا جماعه شويه للغه توفيقيه عشان احنا نقدر نمشي لقدام. لكن انت تقول لي انا عندي لك كده السؤال، انت اول حاجه منو فوضك تتكلم باسمي انا؟ هل شاورتني ولقيتني عاجز وما عندي ناس يتكلموا؟ هل قضيه شرق السودان ما تستاهل انه يعملوا لها منبر زي دارفور وهي مشكله معقده يدوها اربع خمس يوم اسبوع يقعدوا فيها الناس ويحلوها؟ شرق السودان ناس ما يستاهل ناس يطيبوا خواطرهم يدوهم سلطه في بلدهم عشان يطلعوا من احنا زي ما قال لك طرحنا افكار كثيره ومشينا وقابلنا وقدمنا طلبات، ما عايز انا اقول عشان ما دار ازيد الطين بالله. قدمنا طلبات لناس مسؤولين في الحكومه والله لعبوا بينا كده وما قابلونا بكره وبعد بكره، والسكرتير قالوا كده كلهم احنا حاولنا نقابلهم نشرح لهم، لكن في مشكله في الاراده السياسيه للوصول لحل. التمس يا جماعه من العساكر ومن المدنيين ومجلس السياده والخيرين والمؤسسة الوطنيه يا جماعه لا تدعونا ناتي الى كلمه سواء بيننا، نحتوي الموضوع ده بسرعه يا جماعه عشان ما يتطور، ونحن نلتمس من اهلنا برضو في شرك يعني ما يرفعوا سقوفات المطالب بتاعتهم، نحن نلتمس يا جماعه عشان ما تزيدوا معاناه الناس بقفل البترول او قفل المينا. لكن احنا نتفهم حقكم. فعلى كل الاطراف التنازل.
كتر خيرك بروف. يمكن يكون نحن في ما تبقى من زمن نعود الى البروفيسور ابراهيم احمد ونور رئيس المجلس الاستشاري. يمكن يكون الزمن ازف يا دكتور يا بروف، في دقيقه على الاقل يمكن ان نلخص يعني ما يمكن تلخيصه في هذه القضيه والرسائل مهمه جدا، ونحن على بعد يمكن يكون زمن ضيق جدا من هذه المشكله المعقده. طيب يمكن تلخيصه، يعني افتكر انه اول حاجه لابد ان تحرك الحكومه بصوره جاده لحل مشكله الشرق، والحل يكمن في حاجتين خيارين. الخيار الاول الغاء مسار الشرق واعداد مؤتمر جامع لاهل الشرق يناقش مشاكلهم. اذا تعذر ذلك تجميد مسار الشرق وعقد مؤتمر جامع لاهل الشرق يناقشوا قضاياهم، وبعد ذلك يتوصلوا للحلول، ومن ثم يعني تلقائيا ياتي الغاء مسار. نعم. الحل يكمن في هاتين الخطوتين فقط. نعم، شكرا جزيلا بروفيسور ابراهيم احمد نور رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان، كنت معنا عبر الهاتف. وقبل ان اختم معك بروف اوشيك، ممكن رسائل قصيره في اقل من ثواني قليله، يعني ثواني قليله. اضيف للمقترحين مقترح اخضاع مسار جوبا لاستفتاء شعبي ونعتبره ممارسه للديمقراطيه في المحليات، يصوت الناس في شفافيه، ولو دارين يعني بعثه الامم المتحده الموجوده في السودان انا اشير للتدخل في الموضوع ده عشان تشرف على الاستفتاء ده، والناس الجهة اللي بيمشوا عليها نحن نرضى بها، نرضى بحكم الأغلبية، ولكن أنا أناشد الدولة عدم التهديد باستعمال القوة لأنه بيزيد من وتيرة الحماقة، وزي ما قالوا الجماعة ذلك براس ذلك براس. نعم. التحية لأهلي كلهم وشكرا جزيلا لسودانية 24. شكرا لك تحت الفرصة دي. كتر خيرك يا بروفيسور أوشيك أبو عائشة سيدي، نائب رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان، وأستاذ الطب الباطن وطب المخ والأعصاب كلية الطب جامعة الخرطوم. كما شكرنا أيضا موصول إلى بروفيسور إبراهيم أحمد نور رئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان الذي كان معنا طوال هذه الحلقة عبر الهاتف من الخرطوم. أشكركم مشاهدينا على المتابعة، تمنى أن نجد حلولا سريعة وعاجلة لهذه القضية الملحة جدا. شرق السودان جزء لا يتجزأ من سوداننا، وهو يعني أرض حبيبة إلى الكل. ليتنا نتفق على كلمة سواء كما ذكر ضيفاي على هذه القضية بالتحديد. أشكركم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.